الفطور بهيم. حاضر ماما. وجبت الدحي. كبرتي السودة هذا الشيء يا ولادي. أنا أعطيتك 10 جنيه تجيب لي دحيتين. مال المحل قال لي الدحي بدا غالي. حليلي وخلاص، أنا نربي الدجاج يدحيلي خير، أقل شيء النعمة نلقى وين نلوحها ومنها يدحيلي. ماما الدجاجة دحت. دحت، جيبها خلينا ناكلها. واحدة بس. نعمة احمدي ربك جاياتك بالبلاش. فدينا واحنا نستنوا الدجاجة، هواي دحي مزاج. محد قال لك كولي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا شني؟ هذا الحم. الحمد لله، قال شي يدير بنا في الماكلة. الحم غالي ما عندي ليه جاه. شنو الحل به؟ أنا عندي لك حل يوم. عليك وعلى ران. ربي رانا في الأسبوع تجري لك 7 تاكلي لين تشبعي. والحمها مش عادي تعرفي، بالذات في المبكبكة. الله. يما الأرنب هو سمح بناخذ ندير بيت عشاي. تاخذ عينك، انا نديرتهم باش ناكلوهم احنا، مش نوزعوهم عليك انت واصحابك. هو أرنب واحد ما يضرش، وانت كل يوم تجريك 7. قول ما شاء الله غدوه يموتوا. ما شاء الله، راه ما نطقوش بالعيرة. جبت لكم عنز. صحيت يا حار، سلمك جياب. وعلاش العنزة؟ شو تبوا تديروا به؟ الحليب غالي ما عادش قادرين عليه، وانتو ما شاء الله تغلى الحاجة تعز عليكم. وانت برا جيب لي خضرة وادبح لي أرنب، خلي نديركم الغداء يا ولادي. حاضر يا أمي. هذا شني؟ خضرة. باهي أنا أعطيتك 100 جنيه جايب لي ندفع. شنت حسابي الخضرة غالية يا را. لا أنا منزرع خضرتي بروحي، سلم جناناتي ومي تربي. ماما شو تديري؟ يا بنيتي نرحي في القمح باش ندير الدقيق ونرمي الخبزة. وعلاش؟ يا بنيتي الدقيق غالي والخبزة ناقصة. شني نحلم أنا ولا شني؟ الوقت بدا يرجع التالي، معاش يمشي لقدام. صليطة فاضي، بالله نبيك ترفعنا للسوق. باهي يا لبسوا وركبوا. هذا الشني وين السيارة؟ سيارة ما قدمك انت وياه، بنزينة ناقصة، معاش في سيارات تركب انت وياه وانت ساكت. بسم الله. ما تحاول بحداي. وين نمشي؟ شنو الضيق هذا؟ مفروض تكون واحد سفرة براحة. يا يوم ما حطيتينا في قصعة واحدة ندعكوا عليها كلنا. أنا ما نبيش ناكل، حطوني بروحي. قامز وين ماشي؟ تضيق كيف ناكل وحاطين باتشا بحداي يا داي مرمد. خلوه يمشي يوسع علينا. وين هالضيق العفو؟ يا ماكلينا في سفرة واحدة، ما صار فينا شي، محلاها لمة العيلة على سفرة واحدة تفتح النفس. غير حطولي بروحي جيعان. قمر نودي حطي الخوك. واك هو يتضايق وانا نحصل. نودي ماما كلمي غير لي رسوم. صليطة غير القناة، اخوك يبي يتفرج رسوم. عندي مباراة متفرج عليها نارة. من بكي وانت تتفرج ياسر. ايه من بكي هو يتفرج، نبي نحضر مسلسلي ما خلانيش. مسلسلك عينك، انا مسلسلي بنحضره. اسكت انت وياه، نبي نسمع. ماما نبي رسوم. صليطة شن قلت انا؟ هذا شنو؟ ما عادش حصلنا معكم حاجة، نبي نحضر المباراة. انا بندير لي تلفزيون بروحي ارجع. ايه ديرولنا تلفزيون براحنا، كل واحد يتفرج على راحته، ما عادش نتعاركوا. ما عندكم علاش تتعاركوا، انتو كنتوسعوا بالكم بس.
نفسه كارل هاينس رومينيجي. عشرة الثانية من قناة ليغا الأحرار. سليطة نقص الصوت، نبي نتفرج مسلسل لي معاش سمعت شيء. سليطة بطشة نقص الصوت. ماما أبويا قال لي نقص صوت الرسوم وأنا نبي نتفرج. سليطة قلت لك نقص الصوت أزعجتنا. بطشة الصوت. من شارب من طاستي. فينك تعيطي؟ ها؟ هذا شني 6000 طاسة مطلعين. إيه كل واحد وطاستة. شن كل واحد طاسة براحة يشرب فيها مية. طاستي براحي ما لا تبين اشرب من طواسيهم. وشن بيصير لكم كان اشربتوا في نفس الطاسة تموتوا؟ زمان كانت عندنا طاسة واحدة للمية ونشربوا منها كلنا وما صار لنا الشي. لا ما دخلنيش عن طاستي براحي. ريحي روحك يلا ولمي الطواسي وغسليهم ووطوا روحكم نمشوا نباتوا في حوش جدك. ايه يا عمتي. من امتى؟ شاوريني. عليك السلامة. من امتى؟ ماما نبي بطانية. اوين جبت لكم بطاطين؟ لا لا نبي بروحي ما يبيش حد يتغطى معاي. حتى انا نبي فراش وبطانية بروحي. وجبتوا بطاطينكم من حيالكم؟ انا منين بجيب لكم كل واحد بطانية وفراش براحة؟ ما عنديش، تغطوا مع بعضكم. لا ما نبيش ضيق يا جداي. ايه ضيق؟ وين هالضيق ها؟ زمان كنا نرقدوا عيلة في دار واحدة وكل ثلاثة في بطانية واحدة وما نحسوش بالضيق. توا كل واحد في دار ويقولوا ضيق. إيه يا ولادي وقت توا الحياش وسعت والقلوب ضيقت.